عشان ناس كتير بتسألني تقول لي ايه ده، يعني انا اروي النبات بس مرتين في الاسبوع، ازاي انتي بتقولي ايه ده؟ الشمس كتير جدا وحرقة عندنا في العراق. صباحكم ورد وفل، تعالوا بسرعة كده هقول لكم ازاي نحافظ على نباتاتنا من تعفن الجذور. 3 حاجات بسيطة جدا وسهلة، لو عملناهم هتحصل على نبات صحي وقوي، وكمان نموات جديدة وزهور بكثافة وبلا تعفن جذور. ايه هي ال3 نقط دول، او ايه هي ال3 خطوات دي؟ اول خطوة هكلمكم فيها وهي اختيار التربة المناسبة، اعتبروا ده بيمثل 80% من الحفاظ على نباتاتنا او على جذور نباتاتنا من التعفن. انا دايما زي ما انتوا عارفين بحب استخدم التربة المختلطة، رمل وطمي وبتمس او كومبوست المتوفر عندنا. طيب لو ما عندناش لا كومبوست ولا بتمس، استخدم الرمل والطمي، كافيين جدا ان شاء الله، وهيكون عندنا النبات صحي وجميل. النبات لازم ندرس حالته ونشوفه هل هو بيميل لأي نوع من أنواع التربة، وزي ما اتفقنا قبل كده وعملت معاكم حلقة مخصوص عن كيفية اختيار التربة أو التربة المناسبة للزراعة. وزي ما انتوا عارفين ان التربة في الوطن العربي قاعدية أو قلوية، الاتنين واحد علشان ما تتلخبطوش، وعندنا التربة التانية الحامضية، ولكن قلنا أفضل أنواع التربة هي المعتدلة. طب أنا أعمل إيه علشان أخلي التربة عندي معتدلة؟ بضيف لها بيتموس وكمان مخلفات حيوانية أو كومبوست، التلاتة دول بيزبطولي التربة ويخلوها تربة معتدلة. يبقى ادي كده تعرفنا على التربة وكيفية اختيارها للنبات. نيجي بعد كده لتاني حاجة مهمة جدا، اختيار القصيص المناسب. وانا في الفترة الاخيرة بدأت استخدم الاواني الفخارية او القصص الفخارية، وخاصة للصباريات، لان الصباريات خايفة عليها جدا من زيادة الري ويحصل تعفن في التربة. وكمان لازم اتأكد ان القصيص مسقوب من اسفل، وحاجة تانية لازم اتأكد ان القصيص مناسب لحجم النبات، يعني ما يكونش النبات كبير جدا واجيب له قصيص صغير او العكس، لازم اختار قطر القصيص مناسب مع النبات. يبقى دي تاني نقطة مهمة جدا حبيت افرجكم على المراية وازاي هي ادتني زهور جميلة لتاني مرة في فصل الصيف الحمد لله. بعد كده الزهور دي بتتحول لبذور بحتفظ بيها للموسم الجاي او هادي بيها حبايبي. فقلنا لازم نختار التربة، نوع التربة الجيد المناسب للنبات، وتاني حاجة القصيص المناسب. تعالوا عايزة اقول لكم ايه لازمة او فايدة الاواني الفخارية. الاواني الفخارية فيها ميزة ان هي بتحب المية جدا، يعني لو في اي مية زيادة حوالين النبات الفخار هيمتصها ويبعدها عن الجذور. وانا شايفة ان ده الاختيار الامثل خاصة للنباتات اللي انتم بتخافوا عليها من تعفن الجذور، او لو انتم من محب الري الزيادة، فده افضل اختيار هي الاواني الفخارية. تالت حاجة عايزة اكلمكم فيها وهي الري، واهم حاجة هنتكلم فيها في الري هي احتياج النبات وكمية المية اللي انا هضيفها للنبات. يعني مثلا لو عندنا شجرة كبيرة زي شجرة الهيبسكس، هتبقى احتياجها للمية يبقى غير نبتة صغيرة من الريحان مثلا، او نبتة صغيرة من الوينكة، فحسب حجم النبات وحسب ايه احتياجه. في نباتات غير محبة للمية فده لازم ارعيه. هعرف ده ازاي؟ بسبب معرفتي او قرايتي، او ان انا اشوف فيديوهات كتيرة عن النباتات بتاعتي. ما انا لازم اتعرف عن النباتات ولازم اتعرف على احتياجها. يبقى حدد نسبة المية او الكمية او احتياج النبات حسب الحجم، وحسب حاجة مهمة كمان، حسب مكانه. لو النبات في مكان مشمس بيجي عليه الشمس كتيرة، في الحالة دي التربة هتجف بسرعة، ولو خاصة هو محكوم داخل الصيص. يبقى كل الحاجات دي لازم ارعيها اثناء الري، اشوف احتياج النبات هل هو من محبي المياه ولا العكس، مكانه هل هو في مكان مشمس ولا مكان مظلل. كل ده بيؤثر يا جماعة في احتياج النبات للري، او كمية الري او كمية السقاية اللي انا هديها للنبات. وكمان ان انا اللي هحدد كم مرة اروي النبات في الاسبوع، عشان ناس كتير بتسألني تقول لي ايه ده،
يعني انا اروي النبات بس مرتين في الاسبوع، ازاي انتي بتقولي ايه ده؟ الشمس كتير جدا وحرقة عندنا في العراق. صح، العراق درجة الحرارة فيها 50 لـ 55 درجة في فصل الصيف، فطبيعي جدا انكم ممكن تروي النبات يوم ويوم. لكن انا عندنا درجة الحرارة مرتفعة وفي حرارة، ولكن مش زي العراق يا جماعة. فاختلاف المكان، اختلاف الدولة، ده كله بيفرق في احتياج نباتي للري. انا عندي نباتات مش بسقيها الا مرة كل 3 ايام، وفي نباتات بسقيها كل يوم، كل يوم ويوم اسفة، وفي نبات تاني بسقيه كل يومين مرة. فبيختلف في عناصر مهمة جدا اللي انا قلت لكم عليها، مكانه هل هو في الشمس ولا في الظل، الدولة اللي هو مزروع فيها، وكمان نوع التربة واحتياج النبات. كل دي بتؤثر في نسبة المية وبتؤثر في عدد مرات الري. طيب لو انتوا مش قادرين تتحكموا في نفسكم في ري النباتات، او مش قادرين تحددوا، اعملوا زي كده. انا قسمت الحديقة عندي لأقسام، مثلا ده قسم الصبريات، بدأت اجمع كل الصبريات في الركن ده، بحيث ان انا ابقى عارفة الركن ده مش هرويه الا كل 3 او 4 ايام مرة، لان الصبريات او بعض منها ما بيحبش الري بكثرة، هيعمله تعفن في الجذور. الى جانب ان انا نقلت بعض الصبريات اللي ما بتحبش الري الزيادة في اسس فخارية علشان احافظ عليها من تعفن الجذور. النباتات دي انا نفسي بس احافظ عليها فترة الصيف، لانها بتتكاثر وتنمو في فصل الشتاء اكتر، فعشان كده خفت عليها قوي وحطيتها في الفخار. وزي ما انا قلت لكم، ميزة الفخار ان هو بيمص المياه الزيادة. طيب هيكون عندي نباتات تانية او ركن تاني للنباتات اللي هرويها كل يومين مرة. ليه؟ لان حجمها كبير وفي نفس الوقت موضوعة في مكان مشمس. وفي بعض النباتات الاخرى اللي حطها في مكان شبه ظليل، وبعضها الاخر اللي حطها فوق في البلكونة محتاج اضاءة عالية ولكن بعيد عن حرارة الشمس. فانتوا بتعرفوا احتياجات نباتاتكم وتبدأوا تقسموا الحديقة عندكم حسب احتياج النبات. تعالوا افرجكم على بعض التطورات البسيطة اللي حصلت داخل الحديقة في بعض النباتات. تعالوا هنروح للحدة. الحوض ده يعتبر مكانه مشمس طول اليوم، يعني طول ما الشمس موجودة على النباتات اللي في الحوض ده. عندنا السنكيزيا وعندنا الوينكا. انا اكتشفت بقى جمال السنكيزيا انها ماشية مع كل الاجواء، مشمس شبه ظليل زي الفل ماشي معاه. نبات الدفلة الابيض بقاله فترة لم يظهر، ولكن بعد لما حطيت له الهيوميك اسيد الحمد لله اداني ازهار جميل جدا. تعالوا بقى افرجكم على الكنة الهندية، ما شاء الله كنت خايفة لما انقلها تموت مني، ولكن الحمد لله ادتني كمان ازهار. وفي بعض النباتات كنت زرعاها من البذور، الحمد لله نتيجة جميلة جدا. تعالوا هوريكم زي ايه، زي الوينكا والريحان اهو، بصوا كنت زرعاهم من البذور ما شاء الله تبارك الله، ادتني نتيجة يعني جميلة. وطبعا بعض النباتات الاخرى هبقى افرجكم عليها بالتفصيل. تعالوا بقى شوفوا الجهنمية، هي اللي كانت جذر بس ما فيهاش اي حاجة، ما شاء الله وصل طولها حوالي 2 متر، وبدأت اربطها وارفعها على السور، ومع بعض ان شاء الله هنتعرف على لونها، لان انا معرفش لونها ايه، ما شفتهاش قبل كده، فان شاء الله هنتعرف على لونها مع بعض. وطبعا الوينكا بالوانه زرعتها في الحوض ده، مديه جمال جدا. وتعالوا هفرجكم على المفاجاه الجميله، ان انا زرعت عقل من التين الشوكي، بصوا الجمال بقى، جميله جميله، ادتني نموات ما شاء الله تبارك الله. ليه انا اخترت الركن البعيد ده للتين الشوكي؟ علشان التين الشوكي لما الشجره تكبر وتفرع بيبقى الشكم ليها وكده، ممكن تاذي اي حد يمر جنبها، فقلت ابعدها في الركن البعيد ده علشان تبقى واخده راحتها، وفي نفس الوقت المكان ده مشمس جدا والتين الشوكي بيحب الشمس جدا. دعواتكم بقى ان ربنا يبارك لنا في نباتاتنا الجديده، والجنه تكبر وتبقى جميله زي الجنه اللي فاتت. ان شاء الله هعمل لكم حلقه مخصوص وجوله خاصه مع كل نبته، واقول لكم دي اسمها ايه ودي اسمها ايه وازاي نقلتها، وكل الافكار دي هقولها لكم. اشوفكم المره الجايه مع فيديو جديد. صباحكم فل.